الاش منين ابو حميد؟ صراحة عندها بطاقة انتخاب. خلاص خلاص هذا شو ابيك تلعب قدام دحدوك هو جزائرية جنسيتي وانا اليوم جيت منتخب. انا شفت بلي جيتي صغار لاعب. ايه انا جيت نحب نعرفهم بلي انا جزائرية وشو تعرفوا معايا على القنصلية. انا ماذا بيا زادا نعلم اولادي يمشيوا للجزائر ونعطيهم حريتهم زادا واجبهم الانتخابي زادا.